الدكتور علي محمد صار كبير فنيين بمحطه كهرباء الرسوه وزاره الكهرباء، وانا مبسوط جدا من سياده الرئيس لان دعم قطاع الكهرباء كله بمحولات. كان عندنا مشكله في الكهرباء كبيره، احنا دلوقتي في بورسعيد ما عندناش مشاكل بفضل الله، ركبنا محول 175 ميجا، حاجه كويسه جدا تفيد بورسعيد، ودلوقتي ما عادش الكهرباء بتقطع ولا حاجه. الطرق ظبطت، قطاع الطرق بقى حاجه كويسه جدا، بقى في جميع بلاد الجمهوريه كلها محافظات على مستوى الطرق حاجه كويسه جدا، حاجه ممتازه بنشكره عليها، وبنشكره على دعمه للمواطن البسيط اللي هو مش قادر يعني يجيب قوت يومه، فهو بيوفر له السلع بحاجه رخيصه، والتموين كفايه منظومه التموين دي حاجه كويسه جدا. كنا الاول بندفع فلوس، النهارده ما ندفعش فلوس، فحاجه كويسه جدا يعني حاجه ممتازه. عايز منه حاجات تانية كتير يعني، ربنا يكرمه كده ويدعمنا ويدعم المواطن البسيط. النهارده بيعمل مشاريع قوميه، الكباري اللي بتوفر المواصلات، النهارده ما عادش في زحمه في القاهره، بنسافر القاهره ما عادش في زحمه، ما عادش في حاجه. الطرق دي والكباري دي وفرت كل، بقت في الحياه سهله للناس، فبشكره على كل ده صراحه، واحنا في ظهره وبندعمه في كل وقت وكل حاجه.